السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم تاني. هو مفيش إلا أنت ولا يا عم تامر النهاردة؟ هو إيه يعني هتقضي علينا النهاردة؟ لا يا عم، إن شاء الله هنخلص الفورير سيريز النهاردة عشان ده وقته. طيب الفورير سيريز ده هيبقى إيه قصته يا حبيبي؟ الفورير سيريز ده هيبقى عندي منه 3 أشكال. الشكل الأولاني بنسميه تريجيومتريك فورير سيريز، الشكل التاني بنسميه الكومباكت فورير سيريز، الشكل التالت بنسميه اكسبوننشال فورير سيريز. وكلهم معناهم ايه بقى، وبيطلعوا منين، او بيطلعوا ازاي، او بيتحسبوا ازاي؟ مبدئيا عشان اتكلم على الفورير سيريز هاجي اقول لك ان السيجنال اللي عندي ليها وشين منافقه. ايه يعني الوشين بتوعها؟ الوشين بتوع السيجنال يا حبيبي ان انا عندي السيجنال ليها وش في التايم دومين ووش في الفريكوانسي دومين. يعني ايه؟ يعني ليها رسمه في التايم دومين. يعني ايه رسمه؟ يعني انا لو جاي اتكلم بقى دلوقتي وجيت قلت لك انا عايز ارسم السيجنال مثلا حاجه زي الساين ارسمها في التايم دومين، فبترسمها ازاي؟ بتيجي تقول لي ادي شكلها يا عمي في التايم دومين. سيجنال بريودك ولا نون بريودك؟ لا بريودك. والبريود بتاعتها اهي، البريود بتاعتها قد ايه؟ البريود بتاعتها تي. طيب دلوقتي السيجنال دي بنسميها ايه؟ بنسميها السيجنال في التايم دومين. طب انت بتقول لي ازاي ان السيجنال ليها وش تاني؟ الوش التاني بقى بتاعها لو انا جيت اشوفها في الفريكوانسي دومين هيطلع ازاي؟ قال لك بيطلع يا حبيب قلبي ادي كده الخط بتاعي، معلش طالع ايه مزجزج، ان ده عند الاوميجا او عند الاف، ده كده اكن في الفريكوانسي دومين، والسيجنال اللي انت شايفها الساين ويف دي طلعالي دراك او دلتا عند ايه؟ عند ما يسمى بالاوميجا نود او الاف نود. يعني معنى كده دي مقابله لدي، بس دي في التايم دومين ودي في الفريكوانسي دومين. يبقى دي كده في التايم دومين ودي كده فين؟ في الفريكوانسي دومين. حلوه قوي. طب انت دلوقتي ايه اللي انت عايزه؟ الفورير سيريز بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك السيجنال اللي في التايم دومين دي اللي هديها لك وهنسميها مثلا وليكن جي اوف تي، عايزك توريني شكلها في الفريكوانسي دومين. فانا بالنسبه لي دي في التايم دومين بنظرها كده، في الفريكوانسي دومين هي دوبك هو ده. طيب هل السيجنال كلها هتطلع كده؟ لا. امال ايه اللي هيجرى؟ اللي هيجرى عندي ان انا لو عندي سكوير هتبقى مجموعه من الدراكات دي. طبعا ايا كان السيجنال بقى هيبقى بالحسابات، هنشوف هنرسم الرسمه دي ازاي. لكن اسهل حاجه اللي هي السيجنال بتاعت الساين او الكوزاين بيرسموها عباره عن ايه؟ بيسموها سنجل تون. سنجل تون يعني ايه؟ يعني بيبقى ليها دراك او بتتمثل في الفريكوانسي دومين بايه؟ بخط كده بس. طيب انت دلوقتي هل الاشكال اللي هي بتاعت تراجيومتريك فورير سيريز او الكومباكت فورير سيريز او الاكسبوننشال فورير سيريز في الرسم بيختلفوا؟ هنشوف هنحسبهم ازاي. هل الفورير سيريز بينفع لاي سيجنال؟ كل الكلام ده هنجاوب عليه دلوقتي. مبدئيا الفورير سيريز يا حبيب قلبي بتتعمل لايه؟ بتتعمل للبريودك سيجنال. يبقى معنى كده الفورير سيريز بيتعمل لايه؟ للبريودك سيجنال. بريودك سيجنال احنا خدناها قبل كده اللي ليها بريود تي. طبعا الكلام بتاعنا دلوقتي ان انا عايز اطلع الحسابات بتاعتها. طب معلش واحد هيطلع بقى بلسانه كده زي يارا اللي نامت دلوقتي وقالت لي ايه؟ طب هو ما فيش الا البريودك. لا حاجه اتكلم واقول ايه؟ لا للنون بريودك سيجنال. النون بريودك سيجنال بقى ايه اللي هيجرى؟ في النون بريودك سيجنال هيبقى ليها حاجه اسمها عشان احول من التايم دومين للفريكوانسي دومين، عشان نحول من التايم دومين للفريكوانسي دومين او العكس بقى في الحته بتاعت اللي هي النون بريودك هنتكلم، او العكس بنستخدم ايه؟ بنستخدم ما يسمى بالفورير ترانسفورم، وهو ده الشابتر اللي ايه؟ اللي بعد اللي احنا شغالين عليه. يبقى انا دلوقتي في البريودك سيجنال بستخدم للتحويل من التايم دومين للفريكوانسي دومين ما يسمى بالفورير سيريز، في النون بريودك بستخدم ما يسمى بالفورير ترانسفورم. يبقى انا معنى كده الفورير ترانسفورم ايه؟ هيعمل زي الفورير سيريز بس للديسكريت ايه؟ للنون بريودك سيجنال. طيب لو انا عايز احول من الفريكوانسي للتايم في حاله النون بريودك سيجنال بيبقى بيعمل حاجه اسمها ايه؟ انفيرس
فورير ترانسفورم. طب دلوقتي نكمل شغلنا. قال لك بالنسبه للترانجيومتريك فورير سيريز شكل الجي اوف تي هتتكتب ازاي؟ بتتكتب بحاجه اسمها اي نود، اي 1 كوزين اوميجا نود تي زائد اي 2 كوزين 2 اوميجا نود تي وكذا. اللي انا شايفه، انا شايف المعادله دي، دي المعادله الجنرال بتاعتي تمام. السميشن ده مش لدي بس، لا ده السميشن ده للجزء ده، يعني ايه حط براكت كده، معنى كده ان انت ايه اكن السميشن ده متوزع لدي ومتوزع لدي. اللي انا شايفه ان انا عندي ايه، عشان اعبر عن الجي اوف تي دي بعبر عنها بايه؟ بكونستنت اي نود ومجموعه من الساينز، بس عندي ترددات مختلفه، كوزاين عند اوميجا نود، كوزاين عند 2 اوميجا نود، عند 3، عند طيب وايه تاني، ومجموعه من الساين عند برضو ترددات ايه مختلفه. يبقى معنى كده عشان ابدا احسب لازم لي ان انا احسب الاوميجا نود، لازم لي ان انا احسب الاي ان، لازم لي ان انا احسب البي ان، وبعد كده ابدا اشتغل او اكتب المعادله. الصوره اللي احنا فيها دي بنسميها ايه؟ بنسميها ترايجومتريك فورير سيريز، ودي اول صوره للتحويل. طبعا عشان ابدا اشتغل الشغل بتاعي عاوزين نشوف اطلع الاي نود ازاي. الاي نود قانونها عباره عن لازم احسب البريود، ما احنا قلنا السيجنال دي ايه؟ بريودك. التكامل ده انا ممكن اكتبه كده، اكتب تكامل على ايه بالنسبه لمين؟ على بريود كامله. يبقى انا ممكن اكتبه ايه؟ تكامل على ايه؟ على بريود كامله لمين؟ للجي اوف تي. طب انا عايز اوقفك بقى هنا عشان في ايه؟ الصياعه ميثود حبكت دلوقتي. في ايه؟ فاكر ساعه لما احنا جينا ندرس قلت لك ان في حاجه اسمها ايفن فانكشن واود فانكشن؟ هتقول لي طب فكرني بس كده، هاجي اقول لك لو فاكر ساعه لما احنا جينا نقول الايفن فانكشن كانت عباره عن ايه؟ هتيجي تقول لي هي السيجنال اللي كانت عامله مرايه حوالين الواي اكسس اللي هي دي، يبقى دي كده ايه؟ ايفن. طبعا ايه؟ انا بتكلم على بريودك يعني هتكرر نفسها، الكلام ده ايه؟ خلصان. لكن اللي انا بتكلم عليه ايه؟ اللي انا بتكلم عليه حته الايفن فانكشن ان هي متماثله حوالين ايه؟ حوالين الواي. طيب ايه اللي انت عايز تقوله لي تاني؟ وعندك بالنسبه للاود كانت السيجنال المتماثله حوالين مين؟ حوالين الزيرو. يعني دلوقتي لو انا جاي اتكلم على سيجنال زي دي وهتبدا تتكرر، فدي كده بنسميها ايه؟ الاود سيجنال. الكلام ده انت بتقولي لي ليه؟ انت دلوقتي ايه معنى تكامل؟ بنقول اريا اندر ذا كيرف. طب افترض بقى يا باشا كده ان انا جيت قلت لك ان انت عندك السيجنال بتاعتك هي السيجنال دي، شايف ان السيجنال بتاعتك هي ايه؟ السيجنال دي. هتيجي تقول لي ايه؟ انت بتقول لي كامل السيجنال دي. خلي بالك انا بكامل السيجنال مش تربيعها زي الانرجي والباور. هو ايه معنى التكامل؟ يعني تكامل يعني تجميع مساحات. طب انا عندي المساحه دي هي المساحه دي بس واحده في الموجب واحده بالسالب، ايه اللي انت تستناه؟ اللي استناه يا دكتور ان ايه؟ ان التكامل ده هيساوي صفر من غير ما اعمله. الله، انت كده الله ينور عليك. يبقى معنى كده ان انا ممكن اعمل حاجه صغيره هنا، ايه هي؟ اكتب كده ان انا لو السيجنال بتاعتي كانت اود من الاخر، فالبارامتر اللي اسمه اي نود والبارامتر اللي اسمه اي ان، ريح نفسك من حساباته. ازاي من حساباته؟ يا دوبك انت تكتب لي بما ان السيجنال اللي عندي دي اود يبقى الاي نود والاي ان بيساوي صفر، وتروح تحسب مين بس؟ تروح تحسب البي ان بس. الله. طيب حاجة تانية، افترض بقى ان السيجنال بتاعتي كانت ايفن، في حالة الايفن معنى كده العكس هو اللي هيحصل. يعني ايه العكس هو اللي هيحصل؟ يعني هتلاقي ان الاي نود ليها قيمة، الاي ان ليها قيمة، لكن البي ان في الحالة دي هي اللي هتساوي ايه؟ هي اللي هتساوي صفر يا باشا. حلو. هل وارد ان السيجنال تبقى ايفن والاي نود او الاي ان بتساوي صفر كقيم؟ في بعض الحالات. نكمل. يبقى انا كده دلوقتي عرفت ازاي ايه هي القانون بتاع الاي نود، القانون بتاع الاي ان، القانون بتاع البي ان. طب انا دلوقتي عايز اطلع بقى بعد ما انا حسبت الاي نود والاي ان والبي ان، عايز اطلع الصوره رقم 2 لفورير سيريز. عشان انا ممكن اجي اقول لك ايه؟ احسب لي الكومباكت فورير سيريز.
ليه؟ عشان الكونفرت فورير سيريز بيطلب منك بعد ما تحسبه ان انت ترسم رسمه، الرسمه دي بنسميها ايه؟ فيز اند امبليتيود سبيكترا، فيز اند امبليتيود ايه؟ سبيكترا، او امبليتيود سبيكترم وفيز سبيكترم. يبقى معنى كده ان انا اللي انا عايز اكتبه فيز اند امبليتيود سبيكترا. طيب انا دلوقتي اطلع ازاي بقى الكومباكت فورير سيريز؟ قال لك في الكومباكت فورير سيريز انت مش هتتعب نفسك في حاجه اكتر من ان انت عايز تحسب مين؟ عايز تكتب المعادله بالصوره دي. خلي بالك في كل مرحله او في كل نوع هنبقى ليها شكل المعادله بيختلف. هتيجي تقول لي بس دي اخف، اقول لك اخف اه، معنى كده ان انت عاوز ايه؟ عايز معادله السي نود وعايز معادله السي ان. الحلاوه بقى بتاعت الحل بتاع الكومباكت فورير سيريز في ايه؟ ان انت بدانك طلعت الاي نود والبي والاي ان والبي ان، تقدر تطلع منهم السي نود والسي ان. ازاي؟ ما تقول لي. هاجي اقول لك دلوقتي ان دلوقتي الاي نود هي هياها السي نود. الله، يبقى معنى كده ان انا بدني حسبت دي هناك هتتحسب هنا. طب السي ان يا دكتور تحسب ازاي؟ مش احنا لسه قايلين ان انا حسبت الاي ان والبي ان؟ هقول لك اه، يبقى معنى كده ان بدنك حسبتهم تيجي تعوض في المعادله دي، بس مش هتعوض بواحده، ده انت هتعوض بالاتنين مع بعض، تربع ده وتربع ده تاخدهم تحت الجذر، يبقى هو ده السي ان. طيب بيطلع لك بقى ان انت دلوقتي عايز ايه؟ في بارامتر جديد تاني ما كانش موجود في اللي قبليه، اللي هو السي ان، السيتا ان، دي زاويه. طب السيتا ان دي هتساوي ايه؟ تان ماينس 1 ناقص بي ان على الاي ان. ايه قصه الان اللي انت بتقول لي عليها؟ لو خدت بالك من السميشن ان انت المفروض ان انت بتعوض مره عند الان بواحد، مره عند باثنين، مره عند بثلاثه. دكتور ده مكتوب هنا ما لا نهايه، وانا اقعد اعوض لحد الثلاث نهايه، لحد ما لا نهايه؟ لا، احنا هنعوض ايه؟ لحد ثلاث قيم مثلا، اللي هي ايه؟ يكون عندي ثلاث حدود هنا او حدين، وايه؟ عشان نقدر نرسم بيهم. معنى كده ان انت لو انا عاوز السيتا عند ان بواحد هيبقى عن عباره عن ايه؟ تم ماينس 1 ناقص بي واحد على اي واحد. لو انا عاوز السيتا عند 2 يبقى تام ماينس 1 ناقص بي 2 على 2. محدش يجي يقول لي سيتا نود، ليه مفيش سيتا نود؟ عشان يا حبيب قلبي انا بقول السمشن ده بادئ من واحد، عشان السي نود دي ملهاش زاويه عندي. طب دلوقتي برضو افترض ان انا عندي كانت الاي ان بزيرو، وارد زي ما احنا قلنا في الاود، معنى كده هتبقى تان ماينس 1 ناقص بي ان على زيرو. واحد يقول لي ده كده هتبقى حاجه على زيرو يعني ما لا نهايه. اه طب ما هي تان ماينس 1 للما لا نهايه بكام؟ بباي على 2، وتحفظها زي اسمك. نقولها تاني، تم ماينس 1 لما لا نهايه بتساوي كام؟ باي على 2 اللي هي 90 درجه. تمام كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. تعال بقى نخش، انا عملت لك اختصاريه حلوه كده بسيطه. ايه هي؟ ان انا لو انا عندي الانواع بتاعتي الثلاث انواع هم اللي هي ايه؟ فورير سيريز، النوع الاولاني اسمه ترايجومتريك فورير سيريز، النوع الثاني اسمه كومباكت ترايجومتريك فورير سيريز، النوع الثالث اسمه اكسبوننشال فورير سيريز. في الاكسبوننشال انا ممكن احلها بايه؟ بطريقتين او بسكتين، هنشوفها دلوقتي. فنفصل الطريقتين دلوقتي كده، لكن هنبتدي دلوقتي ان احنا نقول ايه؟ الجي اوف تي عباره عن الاي نود سمشن ان من واحد للما لا نهايه، لمين يا باشا؟ للاي ان كوزاين ان اوميجا نود تي زائد بي ان ساين ان اوميجا نوت تي. الاي نود عباره عن ايه؟ واجيبها ازاي؟ ان انا بكامل السيجنال على البريود. طب الاي ان عباره عن ايه؟ نص البريود يعني 2 على التي نود، تكامل جي تي كوزاين ان اوميجا نوت تي دي تي. البي ان بتساوي كذا، والان بتحدودها ايه؟ او الان بتتراوح منين؟ من واحد لحد ما لا نهايه. كتبت لك هنا برضو لو السيجنال اللي عندي كانت ايفن، يبقى الاي ان الاي نود والاي ان موجودين، ووارد ان واحده فيهم تكون بصفر. باطل بي ان بتساوي كام؟ صفر. في الاوب البي ان موجوده لكن الاي نود والاي ان بتساوي ايه؟ كده صفر. قلنا ان انا عشان اطلع الكومباكت لازم تكون حسبت لي الترايجومتريك، يبقى عشان احسب ده لازم اكون حسبت ده. يعني انا عايز اجيب السي نود، فقلنا السي نود هتساوي الاي نود، السي ان بتساوي جذر التربيعي للكلام اللي ايه؟ اللي احنا كاتبينه الكلام اللي فات. طب انا عاوز احسب الاكسبوننشال. طب الاكسبوننشال فورير سيريز ممكن ليها طريقتين في الحساب. شكل المعادله بيبقى عباره عن ايه؟
شكل المعادلة عبارة عن ال n بتساوي من ناقص ما لا نهاية لما لا نهاية. الله، ركز بقى معايا، لو خدت بالك من الرسم اللي احنا هنرسمه كمان شوية هتلاقي ان في الكومباكت ترايجومتريك الرسم بيبدأ من تردد زيرو لحد ايه؟ لحد ما لا نهاية موجب. يعني معنى كده الرسم بتاعي هيبقى في اتجاه واحد. طيب ده الكلام ده بالنسبة لمين؟ للكومباكت. هو الترايجومتريك ملوش رسم؟ لا ملوش رسم، عشان كده بقول لك ده معتمد على ده. يبقى انا لما هطلب منك اول رسمه وكنت طالب منك الكومباكت، يبقى سيادتك ايه؟ يبقى سيادتك بترسم من الكومباكت. طب في الاكسبوننشال، لو لاحظت ان انا لما هاجي ارسم هرسم من ايه؟ هرسم من ناقص ما لا نهايه للما لا نهايه. يبقى معنى كده ان انا هيبقى عندي يمين وشمال. طب بدل ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه، انت لو بصيت هتلاقي ان انت ما عندكش الا بارامتر واحد عاوز يتحسب، اللي هو مين؟ اللي هو الدي ان. طب الدي ان دي احسبها ازاي يا دكتور؟ الدي ان عباره عن ان انا بكامل تي نود جي تي اي اس سالب. خلي بالك هنا سالب لكن هنا مفيش سالب. يبقى معنى كده الدي ان لما باجي احسبها بحسب اي سالب جي ان اوميجا نود تي دي تي. ده لو انت عايز تشتغل على طول من السيجنال دايركت. يعني لو انا جيت قلت لك احسب لي الاكسبوننشال فورير سيريز وما طلبتكش او ما طلبتش منك تحسب الكومباكت، يبقى ممكن تحل على طول بده، ما تمشيليش المراحل دي وتضيع وقتك. يبقى لو انا طلبت ده على طول تشتغل على طول على السيجنال. طب افترض ان انا كنت قايل لك الكومباكت، هقول لك لا يا باشا بقى، انت كده للسهوله بدل ما تروح تعمل عمليه تكامل تاني وتدور تعك هتعمل ايه؟ هاجي اقول لك لا، ده الدي ان بتساوي ايه؟ سي ان على 2 اي اس جي سيتا ان. طبعا انا حسبت السي ان من هنا والسيتا ان حسبتها، يبقى العمليه هتبقى ايه؟ تعويض مباشر. طب خلي بالك انا قلت لك ان انت بترسم يمين وشمال، يبقى معنى كده دي ناقص ان بتساوي سي ان على 2. الله، يعني يمين الامبليتيود هيبقى يمين وشمال قد بعضه؟ وهنشوف في الامثله دلوقتي. طيب يبقى معنى كده المعادله دي انا ممكن اكتبها ازاي؟ اكتبها دي نود، دي اللي هتترسم في النص، وهيبقى عندي جزء السميشن من الموجب وجزء السميشن في ايه؟ في السالب. عشان كده قلنا الماجنيتيوب بتاع الدي ان بيساوي الماجنيتيوب بتاع الدي ناقص ان بيساوي سي ان ايه؟ على 2. يعني بتاخد الماجنيتيود ده تقسمه على 2 وترسم مره يمين ومره شمال، عندي 1 و2 و3 والكلام ده كله. لكن خلي بالك لما اجي ارسم الزاويه، زاويه الدي ان بتساوي سيتا ان، طب زاويه الدي ناقص ان بتساوي ايه؟ سالب ان. يعني معنى كده ان انت هتلاقي الرسمه بتاعت الامبليتود سبيكترم بتاع الاكسبوننشال هتلاقي ايه؟ هتلاقي ايفن فانكشن، لكن الرسمه بتاعت السيتا في حاله الاكسبوننشال هتلاقيها ايه؟ اود فانكشن. انا حاسس ان انا ايه فهمت شويه، بس انا لو مساله هتظبط الاداء. تعال بقى نشوف. طبعا احنا تعودنا ان انا وانا جاي احل اي مساله بديك ايه؟ بديك الزتونه واديك الخطوات. طب الخطوات اللي انا همشي عليها ايه؟ الخطوات اللي انا همشي عليها ان انا في البدايه احنا قلنا ان الفوريير سيريز دي ايه؟ الفوريير سيريز بتتعمل يا دكتور للبريودك سيجنال. يبقى اول خطوه اول ما تستلم السيجنال يا باشا تعمل ايه؟ تحسب لي البريود بتاعتها. طب بعد ما احسب البريود هعمل ايه بقى يا دكتور؟ بعد ما احسب البريود يا حبيبي هروح عامل كده. ايه هو اللي انا هعمله؟ ان انا دلوقتي لما هاجي اشتغل، بعمل ايه؟ لما اجي بشتغل هتلاقيني رحت عامل الشغله كده ان ايه؟ احسب حاجه اسمها اوميجا نود. طب الاوميجا نود بتساوي كام؟ قال لك الاوميجا نود بتساوي 2 باي على التي نود، وحدتها راديان بير سكند. دي تاني خطوه. طب تالت خطوه يا دكتور ايه حكايتها؟ تالت خطوه يا ريس ان انت وانت جاي شغال هتعمل ايه؟ تالت خطوه وانت جاي شغال تحديد السيجنال اود ولا ايفن. ليه بحددها اود ولا ايفن؟ عشان يا دكتور لما اجي اشتغل ابقى اوفر على نفسي التكاملات. هو وارد السيجنال ما تطلعش ولا اود ولا ايفن؟ وارد يا عمي، وتبقى بريودك وتبقى بريودك. يبقى ساعتها انا مضطر ان انا احسب الاي نود والاي ان والبي ان. يبقى معنى كده وانا جاي شغال احدد السيجنال اود ولا ايفن ولا جنرال. جنرال يعني ايه؟ يعني ولا اود ولا ايفن، عشان لو هي واحده من الاثنين اللي هي الحالات الخاصه اللي هي اود او ايفن هتوفر لي في حساب مين؟ في حساب البارامترز دي. طبعا زي ما احنا قلنا ان انا حساب السي ان والسيتا ان معتمد على حساب مين؟ حساب البارامترز دي. يبقى الخطوه الخامسه ان انا بعد ما احسب دول اقدر احسب دول.
طب بعد ما احسبهم اعمل يا باشا بقى ايه؟ احسبهم واحمل الجدول اللي هو ده. الجدول بتاعي ده ظريف وخفيف، ان انا عندي الان، عندي الزيرو 1 2 3 لحد ما لا نهايه. بعد كده بحسب ان اوميجا نود. ان اوميجا نود يعني ايه؟ بتضرب دي في الاوميجا نود اللي انت حسبتها، واللي يطلع لك الكلام ده كله. تحسب الاي ان وعرفنا قيمتها تتعمل ازاي، تحسب البي ان، تحسب السيتا ان بناء على مين؟ بناء على القيمتين دول. واحد هيقول لي طب ما انت في عن السي نود هي هيها الاي نود، حطها على طول هنا، احطها على طول هنا، والسيتا ان، السيتا ان برضه هتحسب وتشتغل. الشغل بقى بعد كده هتلاقي ان انت بترسم. لما تيجي ترسم يا حبيبي بيبقى الاكس ده ان اوميجا نود، الاكس ده سي ان، ده كده الامبليتيود، ده كده بنسميه ايه؟ الرسمه اللي فوق دي بنسميها امبليتيود سبيكترم. بتبقى عند مين؟ عند الصفر وعند واحد اوميجا نود، عند الاثنين اوميجا نود، ثلاثه اوميجا نود، وهكذا. الرسمه اللي تحت دي اللي بنسميها ايه؟ بنسميها الفيز سبيكترم. يبقى الرسمه اللي فوق بنسميها امبليتيود سبيكترم، الرسمه اللي تحت بنسميها فيس سبيكترم، الاثنين مع بعض بنسميهم فريكوانسي سبيكترا. بنسميهم ايه؟ فريكوانسي سبيكترا. لو انا جيت طلبت قلت لك فريكوانسي سبيكترا، معناها ان انت لازم ترسم لي الرسمتين مش رسمه واحده. خلي بالك وبعيد ان انا الرسم بتاعي في حاله الكومباكت ببدا ايه؟ ببدا رسم من الزيرو، لكن في حاله الاكسبوننشال هتلاقيني ايه؟ رسمت يمين وشمال زي ما هنشوف. البارسيفال سيرم طبعا هاجي راجع معاك حته في حته ايه؟ الباور والانرجي. لو فاكر ساعه لما خدنا الباور والانرجي قلت لك ان السيجنال البريودك هتلاقيها لازم بيطلع لها باور، وبيكون الانرجي بتاعتها قد ايه؟ واحد بيجري كده ويقول لي ايه؟ بيقول لي هتبقى ما لا نهايه، ولا ايه يا شروق يا مجدي؟ صح كده؟ اه، ما احنا مش نايمين مع بعض، فوق فوق معايا بقى شويه. يبقى ان احنا دلوقتي ان احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ان انا البارسيفال سيرم ايه حكايتها؟ ان انا هقدر بدل ما ادور اعمل التكاملات واربع سيجنال واعمل الكلام ده كله، اقدر احسب الباور بتاع ايه؟ بتاع البريودك سيجنال. ازاي يا دكتور؟ هاجي اقول لك يا حبيب قلبي احنا مش وصلنا للصوره دي. هتقول لي اه ده دي صوره الكومباكت تريجومتريك. ايوه والله ينور عليك. احسب الباور بتاع السيجنال ازاي؟ قال لك الباور هتساوي سينود سكوير زائد نص في مين؟ في السمشن بتاع مين؟ بتاع السي ان سكوير. يعني ايه؟ يعني بدنك حسبت السي ان وحسبت السي نود، تقدر تحسب مين؟ تحسب الباور بسهوله، مش لازم تروح تجيب التكامل. طب دي صوره، طب انا انت قلت لي برضو ان انت عندك الصوره بتاعت ايه؟ تريجومتريك، بتاع ده بتاعت الاكسبوننشال فورير سيريز. طب احسب بقى الباور منها ازاي؟ هاجي اقول لك هو عباره عن ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه للماجنتيوب بتاع الان سكوير. حلو، يبقى معنى كده انا ممكن اكتبه بطريقه ثانيه. بدل ما انا اكتب من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه هعمل ايه؟ هعمل دي نود سكوير زائد 2، بس بدل السمشن مكان من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه هيبقى من الواحد لايه؟ للما لا نهايه. خلي بالك انا بربع المعاملات. طبعا عشان نبدا نشتغل المثال ده، هو المثال اكزامبل 2 7 في بيج 46 في المرجع. المساله بتقول لك ايه؟ فايند ذا كومباكت تريجومتريك فورير سيريز فور ذا اكسبوننشال كذا. ان انا عندي السيجنال اهي قدامي كده، بريودك ولا مش بريودك؟ اه بريودك. بريودك من البريود بتاعها ايه؟ واحد هيجري بسرعه يقول لي ايه؟ السيجنال اهي بادئه من هنا تنتهي هنا، هتبدا تكرر نفسها من هنا. اه يبقى البريود بتاعها باي. يبقى اول خطوه عندي ان البريود بتاع السيجنال دي بيساوي كام؟ هيقول لي بيساوي باي. حاضر، بدنه بيساوي باي. ايه اللي هيجرى؟ يبقى معنى كده السيجنال بتاعتي بتساوي باي، يعني معنى كده 2. يبقى انا معنى كده البريود اول خطوه احنا بنقولها ان التي نوت بتاعتي بكام؟ التي نوت بتاعتي بتساوي باي. طب السيجنال بتاعتي بتساوي باي، قلنا تاني خطوه عباره عن ايه يا باشا؟ تاني خطوه ان انا احسب الاوميجا نود. طب الاوميجا نود بتاعتي بتساوي كام؟ هقول لك عباره عن 2 باي على باي هتساوي 2 كده. الله يبارك لك. طب انا المعادله بتاعتي جي اوف تي، ولازم اكتب المعادله الجنرال دي، لو ما كتبتهاش هتزعل. يبقى الجي اوف تي بتساوي كام؟ سي نود في كذا في كذا، بس انت يا دكتور قلت لي لازم احسب الاي نود والكلام ده كله. هنحسبه وهنطلعه لك دلوقتي. ازاي؟ عشان ارسم السي نو السي ان
مع الاوميجا، انا بلخص لك الدنيا وارسم الفيز سبيكترم اللي هو السين ان مع الاوميجا، وده اللي بنسميه الفريكوانسي سبيكترا اللي احنا لسه بنقول ايه عليه. بيطلع لي رسمه بالمنظر ده زي ما هنشوف. قلت لك نشوف المرجع، نروح نشوف الحاجه مرجع يا باشا. المرجع بتاعي بيقول لي ايه؟ المرجع بتاعي بيقول لي ايه؟ المرجع بتاعي لما جينا نخش بقى عليه قال لك ايه؟ قال لك يا حبيب قلبي انا دلوقتي هي المسألة اللي انا قلت لك عليه، بس الخطوات بقى مشروحة حلو. ازاي؟ احنا قلنا اول حاجة ان البريود بتاعتي ايه؟ البريود بتاعتي بتساوي باي. طيب يبقى الاوميجا نود عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2. طيب ما انت قلت لي دلوقتي انا ما اقدرش اجيب الترايجومتريك اللي لازم اكون حسبت، ما اقدرش اجيب الكومباكت اللي لازم اكون حسبت الترايجومتريك اللي هي الاي نود والاي ان والكلام ده كله. واحد هيقول لي يا دكتور ايوه هتيجي بتاع ده، انت قلت لي ان في البدايه لازم اسال هل السيجنال هي اود ولا ايفن ولا جنرال. طب انت ايه رايك؟ هقول لك دي جنرال. ليه جنرال؟ الخساره ان هي مش ايه ولا عامله مرايه حوالين الواي ولا مرايه حوالين الصفر. يبقى كل سنه وانت طيب، انا لازم مطالب ان انا احسب مين؟ الاي نود والاي ان والبي ان. طب نحسبهم يا دكتور والامر لله. بدل الامر لله يا حبيبي هتلاقي ان الاي نود عباره عن ايه؟ واحد على البيريود. حلو. التكامل بتاعي من كام لكام؟ التكامل على بيريود كامله، فانا هكمل من الزيرو للباي. لمين؟ للسيجنال بتاعتي. طب جبت المعادله دي منين؟ اي اس سالب تي على 2. هديها لك يا حبيبي اهي، ما مكتوبه. بص كده هتلاقيها مكتوبه اهي. خلاص؟ يبقى معنى كده ان انا عرفت ان السيجنال معادلتها فين. خلاص لما تيجي تعمل التكامل ده، طبعا ده ايه، ده شغل رياضه بقى وتكاملات وجداول تكاملات. خلي بالك لو التكامل صعب عليك انا هديهولك في جدول، يعني التكاملات الصعبه هديها في جدول، بس دي ما تعتبرش من التكاملات الصعبه. لكن اي اس سالب ما اعرفش كذا في كوزاين كذا، لا هديها لك. ماشي؟ يبقى انا دلوقتي سيادتك ايه، مشي ايدك بقى ازاي اعمل التكامل ده واوصل ان بيساوي نص. طب الانود الايه ان هتساوي كام؟ قلنا 2 على باي، يعني 2 على البريود. من الزيرو التكامل على البريود الزيرو للباي، السيجنال اللي هي الجي اوف تي في كوزاين 2. ايه ال 2 دي؟ اللي هي الاوميجا نود. ما تنساش ان تي دي تي تعمل التكامل ده هيرسالك الصوره بتاعتها ايه؟ حاجه بالمنظر ده. طب البي ان عباره عن ايه؟ اي اس سالب تي على 2 ساين 2 اوميجا كذا، هيديك صوره بالمنظر ده. كده انا بقى عندي الاي نود والاي ان والبي ان، اقدر املى الجدول بتاعي. حاول تملاه وخليك جدع كده واملاه قبل ما نكمل. حلو. فايه اللي هيجرى؟ ادي الاي نود، هتلاقي ان انت عندك الاي نود هنا هتلاقيها ايه؟ هتتحط هنا، هي ما كانتش بنص، هي بس هو الراجل قرب. طيب بعد كده رحنا معوضين، حاطين مين هنا يا باشا؟ حاطين 2 على 1 زائد 16 ان سكوير 2 على 1، وبعد كده الراجل وزع. طب انا مش عايز اوزع وعايز اكتبهم زي اكني بعوض عادي. عوض يا حبيبي عادي زي ما انت شغال. طب انا دلوقتي عايز اطلع بقى من المعادله دي الكومباكت. يعني ايه تطلع الكومباكت؟ يعني عايز السي نود والسي ان والسيتا ان. طب اجيبهم ازاي يا دكتور؟ طب ما انا عارف ان السي نود احنا قلنا هي ايه؟ الاي نود. تمام. طب السي ان عباره عن ايه؟ اي ان سكوير زائد بي ان سكوير، اللي هي منظرها كذا، اللي هي ايه؟ اللي هي لما تيجي تخلصهم هيبقى منظرها في الاخر ايه؟ كده. طب السيتا ان عباره عن ايه؟ تم ماينس 1 لناقص بي ان على اي ان، اللي هي هيبقى بالمنظر ايه؟ بالمنظر ده. خلي بالك في حساب المثلثات ان تان ماينس 1 لناقص الزاويه هو ايه؟ هو ناقص تان ماينس الزاويه. ده في ايه؟ في حساب المثلثات في الامبورتنت رول اللي انا قلت لك عليه. يبقى دلوقتي المنظر بتاع الجي اوف تي لو انا جاي اكتبه بقى في صوره الكومباكت، كومباكت ترايجومتري، قلنا يبقى هتبقى السي نود وبعد كده السي ان وبعد كده الكلام بتاعي. ايه اللي انت كاتبه بقى الاعمال الحلوه دي؟ تعويض يا حبيبي، انت مش عندك، قلنا هنعوض مره بالان بواحد، لما الان بواحد هيديك الرقم ده. عوض بقى، ما انت الكلام ده لازم تمشي بيه في ايد بايدك، ولما تعوض بالان بواحد هيديك ايه؟ الزاويه. وطبعا لما تيجي تعوض بده بواحد هيديك 2 تي. طب اللي ما فهمش دي هتيجي هنا تعوض مره باتنين، فايه اللي هيجرى؟ هيديك القيم دي وهيديك الزاويه. طيب هتفضل تكمل ليه؟ قلت لك يكفيني ان انت تعمل ايه؟ تعمل لي في حدود 3 حدود. تمام. طب الجدول فين بقى يا دكتور اللي انت قاعد تكلمني عليه؟ اهو الجدول يا حبيبي.
عند الصفر، عند الواحد، عند الاثنين، عند الكلام ده كله. حبيب قلبي الكلام ده لو ما حلتوش بإيدك وطبقت الكلام ده انت مش هتعرف تحل معايا مسائل تاني. تعال بقى نكمل على شغل المرجع. شغل المرجع بيقول لي ايه بقى يا باشا؟ احنا لحد دلوقتي كتبنا، طب انا عايز اشوف بقى ارسم ازاي. لما تيجي ترسم هرجعك تاني معلش للجزئية بتاعت المرجع. بص كده يا باشا ايه اللي انت شايفه؟ ادي كده انا ايه من الجدول، كان عندي اوميجا وكان عندي سي ان. عندي السي ان بصفر هتلاقي القيمة دي، عندي السي ان باتنين هتلاقي القيمة دي، عندي السي ان باربعة. طب واحد هيقول لي طب ما عند الواحد كان فيه، ارسم يا باشا. وفي الاخر خلي بالك في الاخر لازم اعمل ايه؟ عند كل عصاية بترسمها لازم تحط لي دورية سودة كده وتوصل ما بينهم بخط منقط. توصل ما بينهم بايه؟ يعني ما حدش يقول لي يروح موصلها خط، الخط اللي واقف ده، عشان الكلام ده هيختلف في الفوريير ترانسفورم. يبقى انا اوصل ما بينهم بايه؟ بنقط. يبقى اوصل ما بين الرؤوس بتاعتهم كده بايه؟ بنقط. طب بالنسبه للسيتا نفس القصه، هاجي اوصل ما بينهم بايه؟ بنقط. واحد هيقول لي ايه؟ طب ما نشوف مساله تانية. تعالى يا عم الحاج على الاكزامبل 2 8 بيقول لك ايه؟ فايند ذا كومباكت ترايجومتريك فوريير سيريز فور ايه؟ فور ذا بيريودك سكوير. طيب تعالى بص كده، كده قال لي بيريودك، تمام. قلنا اول حاجه ايه؟ نشوف البيريود بتاع السيجنال دي. حد يقدر يقول لي البيريود بتاع السيجنال دي ايه؟ ها اوام خليك شاطر كده. واحد هيقول لي لو انا مسكت من هنا لهنا هي، يبقى هي بتكرر نفسها هنا. طب النقطه دي عباره عن ايه؟ النقطه دي عباره عن باي على 2 باي، يبقى ايه؟ يبقى دي 3 باي على 2. يبقى ممكن اجي اقول ان البيريود بتاع السيجنال دي لو انا هبدا من هنا واروح للنص بتاعي هنا يبقى معنى كده البيريود بتاعتي 2 باي. يبقى البيريود بتاعتي كام؟ 2 باي. ان انا السيجنال لو بدايتها هنا هتيجي تكرر نفسها فين؟ عند النقطه دي. يبقى التي نود بايه؟ 2 باي. تحسب الايه؟ تحسب الاوميجا، الاوميجا نود. الاوميجا نود تتحسب ازاي؟ الاوميجا نود هتبقى عباره عن، ها، عباره عن 2 باي على التي نود اللي هي هتبقى بواحد. طيب واحد هيجي يقول لي يا دكتور نعم انت قلت لي بعد ما بتحسب الحسبه دي شوف السيجنال بتاعتك ايفن ولا اود ولا جنرال. هتبص تلاقي حد يجري يقول لي دي ايه؟ دكتور لبيك اللهم لبيك، خير يا ابني تعبان لدعك ولا ايه؟ لا يا حبيبي ده طلعت ايفن. ايفن يعني معنى كده ايه؟ يعني البي ان بصفر، يعني انا مش هحسب الا الاي نود والبي ان وايه والاي نود. يبقى معنى كده البي ان بدل السيجنال طلعت ايفن، يبقى معنى كده انا مش هحسب الا ايه؟ مش هحسب الا الاي نود والاي ان. طيب ايه اللي انت عايزه؟ واحد هيقول لي بص يا دكتور انا هريحك. هتريحني من ايه؟ يا عم الحاج انت قلت لي ايه؟ الاي ان اريا اندر ذا كيرف، والشكل ده انا ممكن اجيب المساحه بتاعته. ازاي يا ابني؟ هيقول لي مش ده مستطيل؟ اقول له اه مستطيل. يعني المساحه بتاعته ايه؟ طول في عرض. طب الطول والعرض بتاع ده ايه؟ هيقول لي اول حاجه العرض بتاعه قيمته واحد. طيب الطول بتاعه عباره عن ايه؟ من ناقص باي على 2 لباي على 2 بتساوي كام؟ من هنا لهنا باي على 2، ومن هنا لهنا باي على 2، يعني 2 مضروبه في باي على 2 يعني باي. يعني مساحه الشكل ده لو انا جاي اكمله هيبقى ايه؟ باي في واحد بباي. يعني المفروض الان نود هتساوي كام؟ واحد على التي نود اللي هي الواحد على الاتنين باي مضروبه في باي. تعال نشوفها كده هتطلع ايه الكلام اللي انت بتقوله ولا لا. بص كده التكامل بتاع الاي نود بيساوي كذا. بص هيطلع ايه؟ هيطلع يبقى دلوقتي لو بصيت هتلاقي ان الاي نود عباره عن ايه؟ اه ده فعلا عندي هنا هيبقى باي على الاتنين باي هتديني نص زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا قلنا. هنروح نحسب الاي ان، تعوض بقى مباشر في القانون بتاعك ان الاي ان عباره عن ايه؟ 2 على بتاع 2 على البريود اللي هي 2 على كام؟ 2 على ال 2 باي، وتعمل عمليه التكامل دي اللي هي ايه؟ الامبليتود بواحد، والتكامل بتاعك هيبقى ايه؟ ناقص تي على 4. هي التكامل على ايه؟ على بريود. انا كمان عندي ايه؟ من باي على 2، من باي على 2 لايه؟ من ناقص باي على 2 لباي على 2. هتعمل التكامل ده هيديك ايه؟ هيديك الكلام. فدلوقتي سيادتك لازم تشوف هتعمل التكامل ده ازاي لحد ما توصله للمنظر ده.
طيب انت دلوقتي ال n even ايه اللي هيجرى؟ ما انت عارف ان لو دي كانت ال n كانت مثلا even، even يعني ايه؟ even يعني صفر. طيب ساين صفر بكام؟ بصفر، يعني معنى كده ان ال an في الوقت ده بصفر. طيب ساين لو دي كانت 2 يبقى 2 وادي 2 في المقام، يبقى ساين باي، ساين باي باي برضو بصفر. يبقى اما ال n even هتلاقي ان القيمة بتاعت الـ ان ايه؟ بصفر. طب لو الـ ان بقى كانت واخدة قيمة 1 5 9 الكلام زي كده هترسع على كذا. طب لو كانت 3 7 هتساوي كذا. انا طبعا الكلام ده ما يخصنيش، انا كل العملية ان انا هعمل عملية تعويض في الجدول عادي جدا، بس ايه ده للناس اللي هي ايه دماغها عالية شوية. هل الـ ان موجودة؟ يا باشا انت قلت لي ان هي اصلا ايفن، فما تقربش ناحية التكامل ده، ما تضيعش وقتك. انت يكفي ان انت تروح قايل لي بما ان السيجنال ايفن يبقى البي ان بصفر والانود والبي ان موجودين، وتحسب الايه اللي موجودين. سيادتك دلوقتي زي ما احنا قلنا هنعوض في القانون بتاعي، هتبص تلاقي ما دام مفيش بي ان يبقى مفيش اصلا ساينز اصلا، يبقى معنى كده ايه؟ مش هيتوجد الا الكوزاين. سيادتك بقى ممكن اطلع من اللعبه دي، اطلع مين؟ اطلع الكومباكت. اطلع الكومباكت ازاي؟ قلنا ان السي نود هي الانود، السي ان حدودها ايه؟ والسيتا ان بالكلام ده، يبقى معنى كده ان انا ممكن ارسم الرسمه اللي فاتت اللي هي كانت موجوده في اللي فات. نيجي بقى دلوقتي، طب انا عايز احسب ايه؟ احسب الاكسبوننشال فورير سيريز. طب احسب الاكسبوننشال فورير سيريز ازاي يا باشا؟ قال لك للمساله اللي هي كانت بتاعت الاكسبوننشال اللي كانت مكتوبه. خلي بالك انا هحسبها ايه؟ هحسبها دايركت. يعني لو انا جيت طلبت منك الاكسبوننشال ما قلتلكش ولا كومباكت ولا تريجومتريك، هتعمل ايه؟ هتروح جاي عايز تعوض لي في القانون ده. طب ما انا عشان اعوض في القانون ده لازم يكون عندي الدي ان. طب ما احنا قلنا الدي ان عباره عن ايه؟ واحد على البريود، السيجنال بتاعتي في اي اس سالب جي 2 ان تي، الاثنين دي اللي هي مين؟ الاثنين دي هتلاقي الاوميجا نود اللي هي بتاعت المساله اللي هو الاكزامبل 2 7. ايوه الله ينور عليك. هتبص تلاقي شلنا الفاي تي حطينا قيمتها، اشتغل بقى على نفسك بقى التكامل ده، لما تيجي تكامل هيطلع لك المنظر ده، لما تعوض هيديك المنظر ده، هتيجي تعوض في المعادله. تمام. طيب وانت جاي تعوض، هنعوض مره عند ال n، هتبص تلاقي بقى ان انا عندي ايه؟ حاجه يمين الصفر وشمال الصفر. طبعا لو الكلام بتاعي ده كان بصفر، لو ان بصفر يبقى ده بواحد، لو ده بصفر يبقى بواحد. هتلاقي هنا بقى ايه؟ القيمه بتاعتي في قيمه بواحد، دي القيمه اللي عند الصفر. حلو. طب القيمه اللي يمين بقى، لو عندي ال n بواحد، عند ال n بواحد هتلاقي نفس القيمة عند الناقص واحد، بس ايه؟ بس واحدة عند السالب واحدة عند الموجب. جرب كده، لما تيجي تجرب خلي بالك انت هنا بترسم ايه؟ بتكتب لي الماجنتيود عبارة عن ايه؟ واحد على واحد زائد جي اربعة في ان، ما احنا قلنا واحد، مرة تعوض مرة ال n بواحد مرة باتنين فهتديك جي تمانية. خلي بالك انت بتعوض هنا وتعوض هنا. حلو. مرة كتبتها في الموجب ومرة كتبتها فين؟ في السالب. يبقى مرة كده ده عند ايه؟ عند ال n بواحد، ده عند الناقص واحد، مرة عند ال n باتنين ودي عند الناقص اتنين، مرة عند ال n بتلاتة، وهكذا وانت شغال. طبعا ده كده المعادلة دي هيطلع منها ماجنيتيود وزاوية، يعني وانت جاي شغال هتضطر تطلع ماجنيتيود وايه؟ وزاوية. طيب انا لو عايز دلوقتي اطلع الاكسبوننشال فورير سيريز من الكومباكت هعمل ايه؟ احنا قلنا ان بالنسبه لي الامبليتيود سبيكترا في الاكسبوننشال اليمين زي الشمال، يعني وانا برسمه يمين زي الشمال على انها ايفن فانكشن. فعشان كده قلنا ايه؟ الماجنيتيود بتاع الدي ان بيساوي الماجنيتيود بتاع الدي ناقص ان بيساوي نص السي ان. وقلنا اني لما اجي ارسم الفيز سبيكترا في او الفيز سبيكترم في حاله الاكسبوننشال بتبقى داله اود. داله اود يعني ايه؟ يعني السيتا اللي كانت موجوده في الكومباكت بتبقى مرايتها حوالين الصفر فين؟ في الناحيه الثانيه بالنسبه للاكسبوننشال. الكلام ده هيوضح معايا فين؟ هيوضح معايا باللعبه دي، ان سيادتك تقارن او تكمل حل المساله دي وتشوف ان الرسمه بتاعتك هتطلع ازاي. شايف الرسمه دي؟ ان انت هتلاقي الماجنتيود هنا هو اللي هنا، طبعا اللي عند الصفر هيفضل هو هو، واللي هنا هو اللي هنا، وهكذا. عشان كده قلنا ايه؟ قلنا رسمة مراية. لكن بالنسبة للفيز عند الصفر يفضل هو هو، لكن هنا هتلاقي عند الاتنين عكسه عند الناقص اتنين بنفس القيمة. هنا كان ايه؟ نص،
يعني الاساسي كان ده نص ده، يعني ده نص الاساسي بتاع الايه، بتاع الكومباكت، ماشي. وكده يبقى الجزئية دي بالنسبة لنا ايه، انتهت. وبكده يبقى الجزء بتاع الفوريير سيريز خلص، ويا رب تكون ايه يعني، يعني وصلت لكم حاجة والدنيا تبقى سهلة ان شاء الله. بس الكلام ده عايز تحل بايدك. مهندس محمد تقريبا هيبدأ ايه، هيرفع لك الحاجة ما بين النهاردة او بكرة بتاعته، فانت لازم تكون جاهز ان انت فهمت الفوريير سيريز، عشان هو هيرفع لك حاجة للكونفوليوشن والحاجات او حل الشيتات بتاعة الكونفوليوشن وحل الشيت بتاع ايه، بتاع السيستم. تمام يا شباب، انتظركم في التعليقات، ويا رب ايه تكونوا استفدتوا. ويلا السلام عليكم، تصبحوا على خير.